وبطبيعة الحال لم يصدقوه فيما قال، وحسبوا أن به مسا من الجان. وأسرعت وردشان فأحضرت كاهن الكهان، فلما رآه وسمع ما رواه اعتقد أنه فقد الحصى وخاف أذاه، وخرج من عنده وهو لا يصدق بالنجاة. وأسرعت وردشان إليه وأقبلت بالسؤال عليه. خير؟ عنده إيه يا سيدنا الكاهن؟ ما خبيش عليك يا مولاة السلطانة، مولانا حالته تعبانة. إزاي؟ ده خرج يصطاد زي المعتاد. أنا قدرت أستنتج حاجة من كلامه. حاجة إيه؟ كلمة قالها بس مولاتي ما خدتش بالها. إيه هي؟ السؤال اللي سألهن لما الملك خرج علشان يصطاد، خرج لوحده ولا خد معاه حشيته وبطنته؟ أيوة أنا سمعته. طب إزاي رجع من غير حشيته وبطنته؟ هو يدوب خرج من المدينة ولقيه رجع تاني ولابس هدوم قديمة. طيب أمال راحت فين الحشية والبطانة؟ ما نعرفش، هو مش داري المسكين. يبقى الموضوع زي ما احنا عارفين. إزاي؟ يبقى لازم وهم طالعين لوحديهم حد طلع عليهم وقتلوهم. قتلوهم؟ أو أسروهم، ويبقى السلطان هو اللي فاز بالنجاة، ولذلك فالحكاية مقصرة معاه. طب والهدوم اللي كانت عليه تقول فيها إيه؟ هيكون إيه؟ تلاقيهم خدوا ملابسهم السمينة ولبسوهم الملابس القديمة. أهو ده اللي كان ناقص علينا. أنا ما خبيش عليك يا مولاة السلطانة، الموضوع في منتهى الخطورة. إيه؟ يعني في خوف عليه؟ كله بيد الله، لكن الملك ده مين اللي حيرعاه؟ السلطان يا مولاتي فقد أهليته للحكم. إيه؟ فقد أهليته للحكم؟ هي دي الحقيقة، ولازم بكل أسف نشوف طريقة. طريقة؟ طريقة زي إيه؟ مولانا السلطان، ما لو الحكاية طولت عليه الملك حيروح من إيديه. مولانا السلطان إيه؟ في إيه؟ إيه الحكاية؟ أنا مش فاهم حاجة. مولاتي في إيه يا وزير نعمان؟ إيه؟ مالك يا وزير؟ أنا هتجنن يا مولاتي. اتكلم يا وزير نعمان. مولاي السلطان رجع من الصيد. السلطان؟ سلطان ايه؟ انت مش مصدقاني، السلطان رجع تاني. هي حصلت لك انت كمان يا وزير نعمان؟ انا فعلا هتجنن يا مولاتي. مولاي السلطان. مولاي السلطان. سلطان؟ سلطان؟ وردشان. الله وردشان، مالك يا حبيبتي؟ فوقي. ده يا السلطان. وردشان. مولانا السلطان. ايه في ايه؟ مالها وردشان؟ مولاي السلطان مندو. وردشان مندو. فوق يا حبيبتي. انت انا مش فاهم الحكاية. ايه الحكاية؟ مولانا السلطان، انت بتبصلي كده ليه؟ ايه الحكاية؟ انت ما سمعتش يا مولانا السلطان؟ الناس اتجننت ولا انا اللي جرالي حاجة؟ يا ربي، طول العرض
اللون، كل شيء، كل شيء، حتى الروح. انت بتقولي ايه؟ انتوا عاملين كده ليه؟ انت ماندو؟ انا ماندو؟ امال انا بقى ايه؟ يا ربي، امال اللي جوه ده يبقى مين؟ هو مين؟ فين؟ تعال معايا. ده شغل جنان فعلا، ده شغل جنان. اتفضل يا مولانا السلطان. الله 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 الله، يا خبر زي بعضه. ماندو، شفت؟ سبحانك يا خالق يا عظيم. عشان تعرف ان احنا معذورين. انا راخر بقول، انا اتجننت ولا الناس هم اللي مجانين؟ يخلق من الشبه 40. انت لولا هدومك دي انا كان متهيألي ان انا ببص في مراية. انا كنت منتظرك يا مولانا، ما كانش في حاجة تنقذني من ايديهم الا وصولك اليهم وظهورك قدام عينيهم. لكن انت ايه وحكايتك ايه وجاي منين ورايح فين؟ انا هقول لك كل حاجه يا مولانا، بس لما يخلنا المكان. لا لا لا، دي الملكه وردشان، ما اقدرش اتكلم قدام اي انسان. طيب انا هروح اغير هدوم الصيد واخد حمام واجيلك في الحال. يلا يا وردشان. مولاي السلطان. يا وزير نعمان، أمرك يا ملك الزمان. برضو تحطوا حرس عليه لغاية لما نشوف حكايته إيه. أمر مولاي. مولاتي، مين ده؟ ده السلطان. ومين اللي جوه؟ يبقى ماندو. مش ماندو هو يبقى برضو مولانا السلطان؟ أيوة، بس اللي جوه ده يبقى السلطان. بس مش ماندو. أمال مين يبقى السلطان؟ ماندو طبعا. بعدين هفهمك. تصور ان مولانا السلطان الاولاني طلع من السلطان. الله، انت عيان ولا ايه؟ طب اسمع، انت النهارده مش دخل قدامك اتنين سلطان؟ مش بقولك انت عيان؟ طب خليك معايا. مش الاول دخل السلطان ماندو والناس شايلينه؟ ايوه. وبعد شويه دخل السلطان قدامك راجع من رحله الصيد وحده؟ ايوه. تقدر بقى تفهمني ايه الحكايه؟ افهمك، السلطان ماندو عايز يشوف الحراس بتوعه نايمين ولا صحيين، فدخل علينا بلبسين. لكن وحياتك احنا صحيين. لا وانت صادق، ده القصر اللي اتملى مجانين. انت فاكر ان كلامك ده ممكن يخش عقلي؟ انت ليه مش عاوز تصدقني؟ وايه اللي يثبت؟ ده انا كنت فاهم ان انت الوحيد اللي هتقدر تفهمني. ما تحاولش تهرب مني، فيه دليل مادي يقدر يثبت لي. ايه هو؟ اجي معاك وانت بتقابل سين وجيم. تيجي معايا تقابل سين وجيم واقطع الشك باليقين. اذا طلع كلامك مظبوط اهديك هتبقى شعاع وتفوت، واذا طلعت كذاب انا هعذبك اشد العذاب. ايه امرك؟ خلاص، انت دلوقتي هتقعد هنا عندك. طيب ارجوك دلوقتي تقول لي ايه حكايتك. ايه حكايتي؟ امال انا بس ليه جايلك؟ ما هي حكايتي هي حكايتك. طب ده انا عاوز اتعلم منك ازاي حليت مشكلتك. هي دي الحاجه الوحيده اللي مش فاكرها. ازاي؟ مش عارف ازاي نسيتها. ده انا لفيت الدنيا بحالها وجيت لك عشان اتعلم منك. ده الدب الأكبر بعتني مخصوص عشان أقابلك
عشان تقول لي ازاي حليت مشكلتك. يا ريت اقدر اساعدك، لكن اسمع ما اقول لك. ايوه انت مش بتقول انك تقدر تتحول لاشعه وقوه؟ ايوه خلاص خلاص، يبقى الحل في ايدك، ليه تلجأ لغيرك؟ ازاي؟ انت لو نزلت الارض بتاعتكم هيشوفوك بعينهم؟ لا، ده انت تقدر تسوي البدع فيهم وتنتقم منهم وتربيهم. الله، ايه؟ ايوه صحيح، ما دام مش هيشوفوني بعينيهم، هي دي الحاجه الوحيده اللي كانت فايتاني. انا هقابل سين وجيم واخليهم يرجعوني للارض بتاعتنا تاني، وانا هقابلهم معاك. انت يا مولانا ده كتير عليا يا مولاي. انتهينا. طيب انتهينا انتهينا. انت بتضحكي يا وردشان. اصلي كل ما افتكر الراجل اللي اسمه ماندو وانا عمال اشده وهو يقول لي بعدي، انت مش مراتي انت مش مراتي، وانا اقول لهم شيلوه. مولاي السلطان. ايه في ايه يا وزير نعمان؟ السيد ماندو بيقول ان المعاك جه يا مولاي. عن اذنك يا وردشان. اتفضل يا مولاي. الله، انت لسه مش مصدقني برضو؟ احنا فيها يا سيد ماندو، انت مش بتقول انهم جايين؟ ادي احنا مستنيين. انا عارف اتأخروا كده ليه سين وجيم. احنا ما اتأخرناش. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفت من ماندو ازاي حل مشكلته؟ انا اتعلمت منه، انا قلتله كل اللي افتكرته. أنا كنت ناسي حكاية الأشعة والقوة، وصلوني أنت وهو بس الأرض بتاعتي، وأنا هطربقها على دماغهم. الله، ده أنا هجيب دماغهم. حبيبتي وردشان هخلصها من السجن اللي في قصر الأحزان. كل شيء بأوان يا سيد مانا، تعال معانا للدب الأكبر. يلا يا سيد. يلا يا دين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، حاجة مش ممكن أتصورها. ومع ذلك مع السلامة يا ماندو. الله يسلمك يا ماندو. الله 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 الله، ده احنا بقينا في الكوكب الأنور. بسم الله الرحمن الرحيم. وخرج ماندو من صورته الجسدية وتحول إلى قوة خفية غير مرئية وبسرعة لا تتصور. وصلوا إلى الكوكب الأنور وأدخلوه على الدب الأكبر. عندئذ